اللواء ثروت سويلم واحد من أصحاب الخبرات الكبيرة في عالم الإدارة والعلاقات العامة في الكرة المصرية على مدار عقود عديدة، حيث تمتع بلباقة الحديث والإلمام الكبير بكل ما يخص إدارة كرة القدم. ولد ثروت سويلم في قرية السنجرة التابعة لمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، والتحق سويلم بكلية الشرطة وتدرج في عدة مناصب مرموقة، وحصل على الدكتوراه في مهارات الإدارة والعلاقات العامة، وتقلد منصب المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري لعدة سنوات والمتحدث الرسمي باسم لجنة الأندية المصرية، وشغل اللواء ثروت سويلم عضوية مجلس النواب المصري، مما أتاح له الفرصة للمشاركة في صنع القرارات المتعلقة بالرياضة على المستوى الوطني. ليبقى ثروت سويلم واحد من أبرز كوادر الإدارة الرياضية الذين نالوا ثقة كبيرة من قبل المسؤولين عن الرياضة في مصر.